الله يمسيكم بالخير يا ربع. طبعا احنا حاليا بالشركة، طبعا قاعدين نعفش للحين ما خلصنا. طبعا الحين رايح لكم الجولة صغيرة. طبعا هذا الباب الحديد اللي ركبناه، طبعا لسه فيه حماية. طبعا غير الحديد هذا راح يتركب على الشبابيك، هذا لسه هذا حماية. هاي الحماية راح نركبها على كل الدرايش، هذا الحماية مع كل الدرايش. هاي كوابا، طبعا زي ما انتم شايفين الأجواء مطر، يعني صار لها كم من يوم أمطار قوية وشديدة يعني، والأجواء حلوة وشغل وناسة يعني، الأجواء حلوة حلوة. يعني زي ما انتم شايفين هذه الحديقة، بدي اخذكم جولة صغيرة كذي. الحين شوي واقف المطر، اخذكم جولة. طبعا هذا مبنى السنيور سيتيزن اللي كان قبل قديم، الحين هذا الجديد، المبنى الجديد. طبعا الحين كل الكبار بالعمر قعدتهم هون، الاجواء حلوة تلاقيها وناسين. تيجي تقعد هني وتستانس تتفرج على الاجواء. يوم امطار يعني ما شاء الله، صار لها كم من يوم امطار قويه يعني. هذه فيكتورياس، هذه الأجواء. يليس هلو. طبعا زي ما بقولكم يعني الواحد إذا جاء الفلبين يشتغل، مش يقعد يشتغل ينطنط من شغلة لشغلة، وهذا يركز بشغلة واحدة والتوافيق من الله يعني. الحمد لله يعني زي ما بيقول المثل صاحب البالين كذاب، يعني الواحد يفتح حقه مصلحة وزوجته تفتح مصلحة، وشنو يجي من المصلحتين زين، وشوي شوي الناس تصير تعرفه أو يصير مشهور. بس هذه يعني برغم المطر والدنيا هذا، بس في حركة والناس بتروح وتيجي يعني. يعني أنا يعني أكثر شيء لاحظته هني من الشغل يعني الشغلات الإلكترونية، يعني بتلاقي لها يعني سوق المخابز، السوبر ماركات يعني زي لولو هايبر والشغلات هذه بتكون ماشية. هذا السوق، هاي أجواء السوق. طبعا المطاعم اللي زي هيك الشعبية اللي نفس الساري ساري هذا يعني بالأسواق الشعبية يعني بتكون ماشية، شغلها بتكون ماشية.
ما بتكون اسعارها رخيصه يعني وزينه يعني. كمان شغله الملابس، تجاره الملابس والقرطاسيه، كمان الشغل بالقرطاسيه والشغلات هذه تمشي الحال. طبعا هذا طبعا البهارات، يعني هذه الاكياس الصغيره بهارات. طبعا هذه اسعار